السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع العرض اليوم هو الاراده الحره حقيقه ام وهم؟ والاراده الحره كموضوع مطروح للنقاش منذ زمن بعيد في الفلسفه وفي غيرها من المجالات، مساله جدا مهمه بالنسبه للدين الالهي، فبدون امتلاك الانسان للاراده الحره لا يوجد معنى للتكليف الالهي. وما سنناقشه اليوم هو هل فعلا نحن نمتلك إرادة حرة أو اختيار حر أم كما يصوره علماء والباحثين في علم الأعصاب أن دماغنا كآلة بيولوجية تقوم باختراع وإنشاء القرارات واتخاذها ثم تنفيذها وتوهمنا فقط بامتلاك الإرادة الحرة. ولكي نفهم الإشكال المطروح سأطلب منكم محاكاة تجربة من نوع التجارب التي يقوم بها علماء الأعصاب. لنفترض أنني طلبت منكم أن تشغلوا مؤقتاً، مؤقت هواتفكم أو أي مؤقت آخر، ثم أعطيت كل واحد منكم زراً وطلبت منكم أن تقرروا بإرادتكم باختياركم الحر اللحظة التي تريدون الضغط فيها على الزر، كل ما أطلب منكم هو فقط أن تتذكروا العدد الذي سيشير إليه المؤقت في اللحظه التي تقررون فيها الضغط على الزر المفروض انه لم تقرروا الضغط على الزر الا في اللحظه التي ذكرتموها اي اللحظه التي اشار اليها المؤقت في الثمانينات من القرن الماضي قام بروفيسور بنجامة ليبت ب قامت نفس التجربة التي حكيناها في المختبر أي أنه طلب من أشخاص أن يضغطوا على زر وأن يسجلوا العدد الذي يشير إليه المؤقت الفرق الوحيد بين المحاكاة التي حكيناها وبين ما يجري حقيقة في المختبر هو أنه يتم تثبيت إلكترودات وربطها بحواسيب لتتبع وحساب ورصد النشاط الذي في الدماغ لمعرفة متى يتخذ القرار في الدماغ ومتى يعطى الامر للتنفيذ. ما اكتشفه بروفيسور بنجامين ليبت وبعده عده علماء من علم الاعصاب لان التجربه اقيمت باليات حديثه واعيدت عده مرات هو انه دماغنا يقوم ب في يعني لديه اليات لا واعيه تقوم باعداد القرار هنا ترون مثلا القشره الاماميه تقوم بتنشيط القشره الجداريه اي ان القرار لا واعي ثم القشره الجداريه تبدا باعداد الحركه ثم يتم نقل بيانات هذه الحركه وهذا القرار الى القشره الحركيه في الدماغ والشخص لا زال لم يدرك انه قرر الضغط على الزر. بعد ذلك تأتي مرحلة التي القشرة الحركية ترسل فيها رسالة أو طلب تأكيد إلى القشرة الجدارية بعد 350 ملي ثانية. في هذه اللحظة بالضبط يعرف الشخص بوعي ويقرر أنه سيضغط على الزر. ثم تأتي أو يأتي الأمر من القشرة الحركية لتحريك العضلات وتحريك الإصبع للضغط على الزر بعد 200 ملي ثانية. إذا أردنا يعني تلخيص هذه المراحل التي تم رصدها في التجربة فالمرحلة الأولى هي بداية اختيار القرار في اللاوعي في الدماغ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إرسال القرار إلى القشرة الحركية دون إدراك من الشخص وتأتي متأخرة مرحلة الوعي بإرادة الحركة ثم الضغط على الزر هنا في هذا الرسم ملخص ل يعني ما تم رصده من نشاط الدماغي ترون ان النشاط الدماغي يبدا قبل اللحظه التي يتخذ فيها الشخص القرار للضغط بوعي ثم على اليمين بدايه الحركه الفعليه وايقاعها في الواقع ف اذا ما تم اكتشافه ان اتخاذ القرارات او القرارات تتخذ في المنطقه اللاواعيه في الدماغ ثم بعدها بفتره يتم اعطاء الامر بالتنفيذ ثم تعرض يعرض هذا القرار على منطقة الوعي فقط بضعة أجزاء من الثانية يعني لا تبقى مساحة إلا إلا قصيرة جدا لإمضاء إما إمضاء أو إيقاف الحركة والقرار المتخذ في اللاوعي في الدماغ. بناء على هذه التجربة يعني على هذا النوع من التجارب وهي تجارب كثيرة كلها تصب في نفس المنحة نجد عندنا يعني عدد من الباحثين يعتقدون في الحقيقة أن القرارات وتصرفات الإنسان كلها لا واعية، ومنهم من ينفي تماما الإرادة الحرة ويدعي أنها فقط مجرد وهم، ومنهم من يقول ببقائها وبقاء نوع منها مع الاعتقاد بالحتمية ما يجمعهم هو ما يجمع هؤلاء العلماء والباحثين هو الاعتقاد بالحتمية الفيزيائية. إذا بالنسبة لمسألة الإرادة الحرة والحتمية والاعتقاد فيهما إذا أردنا تقسيم المواقف في صف العلماء والباحثين فنجد أنه لدينا الموقف الحتمية المتشددة هارد الذي ينفي تماما الإرادة الحرة فالإرادة الحرة بالنسبة له شيء وهمي غير ممكن ويؤمن بالحتمية مئة بالمئة ثم نجد مواقف أخرى يعني بالمقابل حرية الإرادة التامة لا وجود للحتمية أو الحتمية غير صحيحة والإنسان يتمتع بإرادة حرة واختيار حرة في كل وقت وفي كل جزئية تماما ثم نجد أيضا الموقف غير التوافقية وهو موقف شاد نوعا ما الذي ينفي في نفس الوقت الإرادة الحرة والحتمية بالنسبة له غير صحيحة ثم الموقف ربما هو الغالب وهو موقف التوافقيه الذي كما قلت يعني يؤمن بالحتميه وبأن الحتميه صحيحه وبأن الانسان واقع ضمن او تحت سلطه الحتميه، القوانين الحتميه الفيزيائيه ولكن يبقون على شيء من او نوع من الاراده الحره. ما اريد ان اناقشه في هذا العرض كما قلت هو يعني مقوله وهميه الاراده الحره. الان لدينا سؤال اذا كان فعلا قراراتنا واختياراتنا هي قرارات تتخذ في اللاوعي، يعني دماغنا الذي يحضرها ويوهمنا بانه نحن من يتخذ القرار بحريه. فلماذا يا ترى لدينا احساس قوي بانه نمتلك اراده حره، بانه نحن من قررنا، نحن من نختار. وكيف نقوم بتفسير وتبرير يعني بتبرير منطقي وتفسير منطقي قراراتنا وتصرفاتنا واقوالنا، اذا كانت هذه الخيارات كما يبدو من هذه التجارب لا واعيه محضره من دماغنا. للجواب على هذا السؤال ايضا علماء النفس والباحثون في علم الاعصاب لديهم يعني تجارب يستندون اليها سننظر الى مثال منها لكن قبل ذلك نحتاج الى فهم بعض المقدمات البسيطه دماغنا كما تعلمون ينقسم الى شقين الشق الايمن والشق الايسر وعندنا انظمه ووظائف عديده في الدماغ منها ما يعمل بطريقه محليه ومنها ما يحتاج يعني يعمل بطريقه محليه اي انه لا يحتاج الا الى نصف او شق واحد يا يعني اما الايمن او الايسر. بالمقابل لدينا انظمه ومنظومات يعني تعمل بطريقه متداخله فهي تحتاج الى عمل يعني متداخل بين النصفين، الشق الايمن والشق الايسر. وتوجد لدينا في الدماغ ملايين الخلايا التي تقوم بهذه العمليه يعني عمليه الربط بين الشقين ونقل الاشارات والمعلومات بين الجزئين يعني الجزء الايمن والايسر لكن ماذا يجري لو انه تم مثلا قطع الاتصال بين الشقين سواء بطريقه طبيعيه او بطريقه اصطناعيه لكي نفهم هذا الامر لابد ايضا ان يعني من مقدمة وهي أنه يعني نحن لدينا عينين عين يمنى عين يسرى ولدينا لكل عين أو لكل لكل من من عينينا يعني لدينا مجال بصري فهنا في هذا الرسم ترون المجال البصري للعين اليمنى ثم هناك مجال بصري للعين اليسرى المجال البصري للعين اليمنى ما تراه العين اليمنى يتم إرساله إلى الشق الأيسر للدماغ اما ما تراه او ما يوجد في المجال البصري للعين اليسرى فيتم ارساله الى الشق الايمن للدماغ فاذا قطع التواصل طبعا الشق الايسر للدماغ يحتوي على يعني انظمه ومنظومات جدا مهمه منها وظيفه مثلا اللغه والتعرف على ما يرى الانسان وذكر ما يراه الانسان. لدينا فعلا كما قلت يعني اشخاص مصابين بهذا الشق يعني هذا انفصال بين الشقين كما ترون الان هناك تجربه يقوم بها البروفيسور جزانيجا مع احد الاشخاص الذين لديهم هذا الخلل يعني انفصال بين الشقين الذي يجري هو انه لما يعرض عليه اشياء اما كلمات يا اما صور في مجاله البصري الايمن هو يتعرف على هذه الكلمات بكل بساطه وبسهوله لماذا لانها تعالج في المنطقه اليسرى لكن كما ترون لما يعرض عليه أشياء أو كلمات في المجال البصري الأيسر يكون عاجز تماما عن التعرف عليها ولكن في نفس الوقت وهذا هو المذهل يعني إذا طلب منه أن يغمض عينيه ثم يرسم بيده ما رأته منه اليسرى فهو يرسم ذلك لنجاح وإذا العملية التي هي مفروض أنها يعني تكون وتجري في الدماغ بحيث انه الانسان يرى بعينه اليسرى، يرسل الى الشق الايمن ثم يتواصل مع الشق الايسر، الشق الايسر يتعرف على ما رآه ثم يذكر ما رآه، هذه العمليه يعني فيها خلل لان هناك انفصال بين الشقين. لكن يستطيع مع ذلك يعني بلا وعي ان يرسم بيده اليسرى لانها متصله بالشق الايمن الذي رأى المعلومه. من خلال المجال البصري الايسر يستطيع ان يرسم ما رآه فيتعرف الشخص بعد ان ترسم يده اليسرى يتعرف على ما رآه واقعا. المذهل في هذا ايضا يعني ليس فقط الى هذا الحد، المذهل في هذا ايضا هو انه لما يتم سؤال هؤلاء الاشخاص او يتم اولا مثلا في هذه التجربه يتم عرض عليهم صور بدل ان يطلب منهم ان يذكروا شفويا ماذا يرون. يتم عرض عليهم صور في كل صورة في مجال بصري مثلا هنا عندنا صورة لساق دجاجة في المجال البصري الأيمن وعندنا منزل تحت الثلج وهناك أجواء الثلج يطلب من الشخص أن بدل أن يذكر ما يراه أن يشير بيده اليمنى إلى بطاقة من بطاقات الموضوعة أمامه التي تناسب ما يراه في مجاله البصري الأيمن ويشير بيده اليسرى إلى ما يناسب إلى بطاقة من البطاقات تناسب ما يراه في مجاله البصري الأيسر طبعا الشخص هنا والأشخاص كلهم المصابين بذلك الخلل في, يعني في الدماغ يعطون جوابا صحيحا بحيث أنه فعلا كما ترون هو يشير إلى بطاقة تشير إلى دجاجة بيده اليمنى والدجاجة تناسب ما يراه في الشق الأيمن وهو اختيار صحيح وغير مفاجئ كما قلنا لأنه ساق الدجاجة يوجد في المنطقة يعني يرسل ويعالج في الشق الأيسر للدماغ وهذا لا إشكال فيه حتى لو طلب منه أن يبرر اختياره سيقول لأنه أنا أرى ساق دجاجة فالبطاقة التي تناسب ساق الدجاجه هي الدجاجه. أيضا يشير بيده اليسرى كما ترون إلى مجرفة مجرفة ثلج وهذا الاختيار صحيح لكنه مفاجئ، لماذا؟ لأن المفروض كما قلنا بأن الشخص أعمى عن ما يوجد في مجاله البصري الايسر، فهو غير قادر على أن يتعرف على ما يراه، ولكن مع ذلك يده اليسرى تشير إلى مجرفة الثلج. طيب الان اذا سئل لماذا يا ترى اختار مجرفه الثلج وهنا المفاجاه يقوم بالجواب مباشره بتلقائيه يعني بسرعه كبيره بان المجرفه تصلح مثلا لتنظيف فضلات الدجاج يعني ان المريض في الحقيقه لا يعرف سبب اختياره للمجرفة هو يعرف سبب اختياره للدجاج يعني بطاقة الدجاج لكن لا يعرف سبب اختياره للمجرفة فما تم اكتشافه ومع ذلك يعطي تبريرا يبدو منطقيا أو مرتبطا متسقا مع الواقع يعني يعني يربطه بمسألة الدجاجة فما تم اكتشافه من خلال هذه التجارب أنه ما يسميه البروفيسور جازانيا المفسر الدماغي والمبرر الدماغي والمؤول الدماغي هناك منظومة في الدماغ تقوم بإنشاء نظرية وتفسير منطقي وتعليل وتربطه بالواقع، هذه المنظومة وظيفتها هي أن يبقى الإنسان منسجم مع ما يقوم به دماغه من أقوال وتصرفات وأعمال إلى غير ذلك وحركات، فمن من وظائفها كما قلت هي اختراع هذا التبرير المنطقي. طيب اذا اردنا يعني هناك تجارب عديده من كلا النوعين وكلها تصب كما قلت في نفس المنحه اذا اردنا ان يعني نلخص ما وصلنا اليه فهؤلاء العلماء وهؤلاء الباحثين يقولون اذا عندنا امرين الامر الاول ان عندنا قرارات تتخذ في المنطقه اللاواعيه للدماغ ثم يتم اعطاء الامر بالتنفيذ ثم قبل التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ وايقاع الحركه او القول او التصرف في الخارج يتم عرض هذا الامر على يعني على المنطقه المسماه بمنطقه الوعي ببضعه اجزاء من الثانيه، اضافه الى الامر الثاني الذي نصل اليه من خلال النوع الثاني من التجارب وهو هناك عندنا منظومه او عده منظومات في الدماغ تخترع تعليلا منطقيا للقرارات اللاواعيه المتخذة ثم توهمنا بأننا نحن نمتلك حرية الإرادة وبأننا نحن نتبنى تلك الأفكار وتلك القرارات وتلك الأقوال إذا جمعنا بين وهذا هو ما يعطينا الإحساس بالحرية وحرية الإرادة إذا جمعنا بين الأمرين فهم يخلصون بهذا بأنه إرادة الحرة ما هي إلا وهم في الحقيقة مجرد وهم بالنسبة لهم الآن الرد، كيف نرد على هذا الادعاء المدعوم بهذه الأدلة وبهذه بهذا النوع من التجارب؟ أولاً نحتاج إلى إلى يعني التركيز على بعض الأمور وهو أنه نحن لما نقول أن لدينا حرية إرادة ووعي بما نقوم به وبتصرفاتنا كجنس إنساني فهل يعني هذا ان حريه الاراده التي نقول بها والوعي الذي نقول به هو مطلق وفي كل الاتجاهات وكل الجزئيات تصرفاتنا وحركاتنا واقوالنا وعلى كل المستويات آه والجواب هو كلا نحن لما نقول بالحريه الاراده وبالوعي فنحن لا نعتقد بان لدينا حريه اراده ووعي في كل يعني مستويات وجودنا وفي كل جزئيه من جزئيات تصرفاتنا. هذا الامر الاول. والامر الثاني هو انه نحن نؤمن بانه الدماغ هو اله الذكاء. وهذه اله الذكاء هي اله بقاء بامتياز. فالوظيفه الاساسيه التي تم انتقاء الدماغ بها من الانتخاب الطبيعي هي انه يقوم بحل المشاكل، مشاكل عديده التي تطرح له في محيطه وايجاد نماذج تقريبيه واتخاذ قرارات سريعه تفيد من يمتلك اي نحن اله الذكاء في صراعه على البقاء ولذلك تم انتخابه ولولا ذلك لما تم انتخابه من الانتخاب الطبيعي. فاذا عرفنا هذا وثبتنا هذا الامر نقول اولا بالنسبه للتجارب او النوع الاول من التجارب الحريه حريه الاختيار والنيه في الحقيقه التي اتخذت أو التي يجب رصدها هي تم اتخاذها في اللحظة التي دخل فيها الشخص إلى المختبر وقبل بشروط التجربة، فهو اختار بمحض إدارته أن يحرك يده لما قبل بإجراء التجربة، وذلك قبل أن يتم رصد نشاط دماغه. ثم تم دمج هذا القرار الحر أي أنه سيتم يعني سيقوم بالضغط على الزر وسيتم يعني يعني سيتذكر الرقم او العدد الذي يشير اليه المؤقت الى غير ذلك تم دمجه ضمن الخيارات الحره والاراديه للانسان ومن ثم تم, تم يعني تولدت نيه مسبقه ان يحرك اصبعه ويقوم بكل ما تستوجبه التجربه فهو يعني شخص اعطى الامر لدماغه ان يعمل وفق ارادته الحره ثانيا الدماغ مع ذلك يعني يقوم بعمليه مراجعه يراجع الجهه المسماه بالوعي ان كانت تريد الاعتراض او امضاء الحركه وهذا هو الحق المسمى بحق الفيتو في الاوساط الاكاديميه وهذا حق ثابت يعني تم البرهنه على وجوده في تجارب اخرى وهذا يعني بان الدماغ لا يعمل بطريقه منفصله تماما حتى بالمنظور المادي يعني لا يعمل بطريقة منفصلة على ما يسمى بالوعي والإنسان تبقى لديه إمكانية أن يوقف الحركة أو يوقف التصرف المعد في اللاوعي ثالثا كما قلت الإنسان لولا ذلك سينفق أغلب طاقته لو لم يكن دماغه كذلك سينفق أغلب طاقته في التدقيق في كل جزئية في الأكل في التصرف في المشي في إغماض العين في فتح العين في السياقة إلى غير ذلك في كل جزئية إن كان لم إن كان دماغه لا يحضر قرارات لا واعية، وبالتالي سينتفي ويلغى دور الدماغ كآلة بقاء، ولن ينتقيه الانتخاب الطبيعي. رابعاً، وهنا النقطة المهمة وما يليها أيضاً مهم، حرية الاختيار لا تعني، قد أشرت إليها سابقاً، حرية الاختيار التي نقول بها، لا نعني بها نحن كل جهات وجود الإنسان. فحريه الاختيار التي نقصدها ونقصد بان الانسان ونقول بان الانسان نعتقد بان الانسان يمتلكها هي في الاختيار فيما يميزه عن باقي الكائنات البيولوجيه المواقف التي يعني او التصرفات التي تستدعي مواقف اخلاقيه الاختيار بين الخير والشر وشتان بين مواقف يحتاج فيها الانسان الى صراع والى مراجعات مثلا موقف عدل يكون هو فيه طرف او موقف ايثار الى غير ذلك وبين حركات يعني او تصرفات عاديه جدا ليس فيها يعني صراعات داخليه. النقطه الخامسه هي ان الاختيار وهنا يعني اشير الى خلل في المنهج الذي يعتمده هؤلاء العلماء لنفي حريه الاراده. الاختيار الذي نقول به نحن او الاراده الحره التي نقول بها نحن هو اختيار في مستوى الروح، هو اختيار للروح لا للجسد، فلا تظهر هذه لا يظهر لا تظهر هذه الحريه في الجسد الا كما تظهر المعلومات في جهاز الهاتف، فرصده في الدماغ يعني ابتداء هو منهج خاطئ، والروح هي من عالم اخر ليست من عالم الأجساد والعالم الأجسام الدنيوية نعم العالم الذي توجد فيه الروح وعالم الجسد لا يتماسان هناك تواصل الروح مهيمن على الجسد لكن لا يوجد تماس بين العالمين أما من يشكل علينا مثلا بأن وجود شيء في عالم آخر أو وجود عالم آخر ويتم يعني ويقوم بالتأثير على ما هو موجود في هذا العالم فنقول بأنه علميا هذا لا يشكل اشكال في الحقيقه خصوصا اذا تذكرنا ما ذكره السيد احمد الحسن وبينه السيد احمد الحسن في كتاب وهم الالحاد انه الان مثلا في مجال الفيزياء وفيزياء يعني الكم وفي الكوسمولوجيا نعرف انه من الممكن جدا ان يوجد عده عوالم عوالم متعدده عوالم موازيه لعالمنا ويمكن ان تكون هناك كائنات لا اقل مثلا اعطي مثال الجرافيتون زي الجرافيتون او وتر الجرافيتون الذي ممكن ان يس يعني ينتقل من عالم الى عالم اخر يعني ما يعني يكون تواصل بين العوالم ويؤثر في عالمنا الجسماني زي الجرافيتون هو المسؤول عن قوه نلمسها ونعرف تاثيرها ماديا وهي قوه الجاذبيه اذا بالنسبه لهذا الاشكال فلا اعتقد بانه اشكال قائم قائم علميا في النقطة السادسة وبها اختم يعني نقاط الرد بتاع يعني بعجالة اقول ان هناك شيء في الانسان او يقوم به الانسان يقف يعني امام هذا التفسير ولا يعني ياباه لا يرضاه وهو الايثار الحقيقي، الايثار الحقيقي لا يمكن ان يكون كخيار منشأ من الدماغ التي هي الذي هو منظومة بيولوجية أنانية ونتيجة للمنظومة البيولوجية أنانية ومحكوم ومسيطر عليه بقانون الأنانية الجينية. وحتى لو قيل بأن الإيثار الحقيقي الذي يمارسه الإنسان والإنسان هو الكائن الوحيد الذي نعرفه يمارس إيثاراً حقيقياً بدون منفعة بدون جلب منفعة. حتى لو قلنا أو لو قيل بأن الإيثار الحقيقي هو احتمال من احتمالات يرد على الإنسان فيتم اختياره من ضمن سلسلة احتمالات عديدة. لكن لو طبقنا النموذج الذي يدافع عنه اصحاب مقوله وهميه الاراده الحره. فكيف للدماغ يقوم بانشاء يعني سيناريو يقوم فيه بخداع الانسان لتمرير قرار الاثاره الحقيقي. يعني بطريقه لا واعيه ولا يترك له الا مجال ضيق جدا لكي يعترض عليه. ثم يعني الامر الاهم من ذلك هو كيف ان الدماغ يتم يعني يقوم بإنشاء عواطف تجعل الإنسان يحب الإيثار الحقيقي ويميل نحوه حتى لو لم يكن هو من يقوم به، فالكل يقدر الإيثار الحقيقي، الكل يرى بأنه خلق سامي، الكل يحبه ويحب من يمارسه، فلا يمكن أن يكون هذا ناشئ من اللاوعي و يعني بذلك نعرف بان ماذا بان وهميه من يقولون بوهميه الاراده الحره الى ها هنا اكون يعني قد انتهيت من نقاط الرد واقول انه يعني فقط لانهاء العرض اقول بان مساله الاراده الحره والاختيار الحر الذي نقول به نحن ونعتقد به نحن والذي يجب البحث فيه هو الاختيار بين الخير والشر يعني الاراده الحره اختيار اختيار الاخلاق الالهيه او يعني اخلاق الشيطان والعياذ بالله والخير هو بكل بساطه يمكن ان نعرفه بانه هو اراده الله وفعل ما يريده الله سبحانه وتعالى وهذه الاراده في كل زمن هي اراده رجل وهو خليفه الله وهو لا يريد الا ما يريده الله سبحانه وتعالى والاخلاق كذلك الاخلاق اخلاق الله سبحانه وتعالى الاخلاق الالهيه هي اخلاق رجل وهي هي اخلاق خليفه الله في كل زمن والشر كل الشر هو إرادة النفس أو الأهل أو الجماعة أو الدنيا أو أو غير ذلك مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى هكذا بكل بساطة وإذا أردنا أن يعني أن نلخص المسألة فالاختيار والإرادة الحرة هي دائما بين هذه ثلاثة أمور كما بين ذلك السيد أحمد الحسن فالإنسان دائما بين ثلاثة أمور هذه ثلاثة أمور هي النور النفس الظلمة أو لنقل الله، النفس، الجهل، أو رسل من الله، رسل الله من ملائكة وأرواح طيبة، والنفس، والهوى، والشيطان وجنده. والاختيار في الحقيقة الذي نتكلم عنه ليس في كل جزئية، إنما هو اختيار الجهة. إما نختار جهة النور، جهة الله سبحانه وتعالى، جهة رسل الله سبحانه وتعالى، أو جهة الظلمة، وجهة الجهل، أو جهة النفس. والحمد لله رب العالمين اشكركم على وقتكم وعلى حضوركم